منذ العام 90. كرة من خلال سون هواجمين ومن خلال النهاردة يعني إيقافها قبل انطلاقها. دفاع روميرو رقم 17 وداير 15 خلال اللقاءات اللي لعبت طبعا منذ عقد. هاري كين العب على طول أمامية إيمرسون خطيرة لكن على طول خمسة دوري واثنين دوري أبطال. هذه استلام على طول سون في 175 مليون استرليني وفد من خليس جيمس ويشرك لوفتس تشيك أمامنا مكان طبعا وأقيمت ما بين الفريقين طبعا خلال تلك الفترة في مع إمكانية رحيل ماركوس ألونسو إلى برشلونة. كرة بالعرض خطيرة هذه أمامنا كرة بتعدي رحيم ستيرلينج. كرة كانت خطيرة جدا رحيم ستيرلينج نجم السابق ليبحث عنها التسديدة الكانتي إلى ستيرلينج. ستيرلينج إلى روميرو حلوة التصليح على الهدف الأول يضيع حلوة ستيرلينج رحيم ستيرلينج أمامنا هنا إلى كاي هافرتس اتعملت حلوة قوي دفاعية صلى حلوة في نهائي 2021. كرة عالية تسديدة يفتتح التسجيل النجم كاليدو كوليبالي. كاليدو كوليبالي كوليبالي يضع صاروخ لا يصد ولا يرد ركلة ركنية بعد الفرصة من ديفيز. من ديفيز صلح كرة تسديدة التعادل التعادل هويبرغ التعادل هويبرغ أمامنا هنا أبا كونتي أبا كونتي تخل وكونتي في حوار خارج الخطوط وهدف التعادل من هويبرغ وخناقة بين الاثنين المدربين أمامنا هنا في طبعا تشيلسي كان فازوا ايضا. ادي امامنا هنا استلام وادي ريس جيمز. تشيلسي ابدا تشيلسي لا يعرف الخساره ابدا ابدا في هذه اللقطه. وبص بقى توماس توخيل توماس توخيل في رده جديده هنا في اللقاء ملعوبه خطيره وكيف